طيب معالي وزير الماليه رجع لنا مره تانية، برحب بحضرتك معانا مره تانية يا سياده الوزير. اهلا بيك يا سياده. مش عارفه لو كنت استمعت الجزء من يعني حديث دكتور محمد الشافعي ووجب التعليق، يعني لانه برضو الملف ده بينذر بازمه خطيره، بيقول احنا عندنا الكتاكيت وبنعدمها ويعني مش شايفين مش هيكون لنا فرصه قدام المستورد بعد كده. بص حضرتك، يعني انا زي ما قلت لك القرار بيدرس، وكان في اجتماع النهارده مع مختصين من القطاع الخاص ومن اتحاد الصناعات، واخد بال حضرتك ازاي؟ فبالتالي الموضوع بيدرس بعنايه شديده. الغرض لما يعني القرار طلع، اسمح لي على المقاطعه، بس يا ريت بس في اقرب وقت فعلا، يعني عنصر الوقت هنا مهم عشان نخلص من الملف ده. يعني رئيس الوزراء بنفسه هو اللي بيبحث الموضوع ده، وبالتالي الموضوع هيخلص ان شاء الله. او القرار هيتاخد فيه في اقرب فرصه ممكنه. خلال ساعات ولا خلال ايام؟ لا يعني مش مهم، يعني مش مهم بقى كان خلال ساعات ولا خلال ايام، المهم ينتهي على خير. يعني يا رب الحقيقه في اقرب فرصه. طيب. بص ماشي. كله هينتهي على خير، لانه لما القرار اتاخد لانه في مصلحه المستهلك بشكل كبير، وفي نفس الوقت يهمنا مصلحه الصناعه، واذا كان على الصناعه اذا كان على الحكومه القصة مش بالقدر الكبير عند الحكومة، لأن كل مدخلات الإنتاج زي ما قلت لحضرتك معفية من الجمارك، مشاكلهم موجودة في حاجات تانية تتعلق بحاجات تانية. ممكن آخذ من كلام حضرتك، قلت لي إنه ده مصلحة المستهلك، إيه الضامن بالنسبة لي إن المستورد ده لما ينزل الفراخ المستوردة في السوق ما تكونش بسعر أقل من المحلي بجنيه بنص جنيه، ففي الآخر بقاش عملنا حاجة وهدرنا الصناعة الوطنية؟ طيب هو حضرتك دايماً في الموضوع ده بيبقى توازن ما بين السعر المستورد والسعر المحلي. انت برضه حضرتك لو بتقولي ان انا الاستيراد هسيب عليه جمارك بشكل كبير، ممكن يكون في نفس الوقت ده بيدي فرصه في ضوء انخفاض سعر العمله اللي حصل في الشهر الاخراني، انه يبقى الشراء المستورد يوصل بيه لسعر مرتفع، لو سعر استيراد طن الدواجن عند مستوى مرتفع، فبالتالي بيدي فرصه برضه للصناعه المحليه انها ترفع سعره، ما يكونش فيه تنافس في حاجه اساسيه في فكره الـ 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 الغذاء او المواد الاساسيه في الغذاء، ان انت ما تقدريش تخفضي السعر، فانت حضرتك دايما بتقدري توزني ما بين الموضوعين بشكل كبير يعني. طيب نرجع للملف اللي كنت بفتحه مع حضرتك قبل ما التليفون يقطع. ما بعد تحرير سعر الصرف وقطاعات كتيره تاثرت بالسلب، دلوقتي بنتكلم على الادويه والقيمه المضافه او مستلزمات او مدخلات الانتاج بشكل عام. ايه القرار الاخير في الموضوع ده يا فندم؟ لا انا قلت لحضرتك بالنسبه هو يعني احنا وصلنا طلبات وفي مناقشات دارت في هذا الكلام ده، زي ما قلت لحضرتك الماده الفعاله اللي هي الجزء الاساسي في صناعه الادويه دي مش مفروض عليها ضريبه قيمه مضافه، هم بيتكلموا على المواد التعبئه والتغليف والامور دي كلها، ودي مش نسبتها بنفس حجم الماده الفعاله، فبالتالي ممكن تكون ليها نسبه اعفاء ولا تخفيض معتبره في الانتاج، لكن يعني لا تصل الى حجم نسبه الـ الماده الفعاله. بنبحث احنا الموضوع ده وبنشوف هنوصل فيه لايه، لكن الاهم من كده انه القصه فيه بالنسبه للادويه تتعلق اكتر بالتسعير، وزي ما قلت لحضرتك ان في اوقات بيبقى في دوله بتمر ب بعض الازمات الاقتصاديه، الدوله بتتحمل وممكن برضو الشركات بتتحمل في نفس التوقيت، بحيث ان احنا نقدر نوصل لمعادله فيها توازن ما بين الاطراف كلها. طيب دكتور عمرو، فاتوره الواردات طبعا عندنا مرتفعه جدا، وبنحاول بعد القصه دي يعني نقلل منها. القرار الاخير المتعلق انه من 60% ل 500% على بعض السلع اللي بنوصفها باستفزازيه يعني غير ضروريه، على الرغم ان البعض شاف انه برضو يعني في بعض منها لما شفنا في الجدول كده في حاجات ملهاش بديل محلي، والبديل المحلي الموجود لا يرقى لمستوى المنافسه او الجوده، فقول لي هذا القرار كانت ايه حيثياته وهيوفر قد ايه للدوله؟ بصي حضرتك، هو مفيش حاجه انه جمارك، احنا بكره هنطلع بيان ان شاء الله، مفيش حاجه في الجمارك زادت من 60% ل 500%، الكلام ده مش صحيح، يعني احنا بنتكلم كلها على بنود جمركيه، ممكن تكون في بعض الاحيان زادت من 20 ل 30، وفي بعض الاحيان من 40 ل 60، وفي بعض الاحيان من 40 ل 45، فالزياده في المتوسط ما هياش بالقدر اللي الناس بتتكلم عليه. ثاني حاجه، القرار ده طالع من هذه البنود طالعه من وزير التجاره والصناعه، يعني اتعرضت من وزير التجاره والصناعه علشان
نقدر نشوف ايه المواد اللي احنا النهارده. كل ده واحد انه انت بتهدفي الى فكره الوزير بقى مع اتحاد الغرف التجاريه، مع المصنعين، مع المستوردين، لان برضه هم دلوقتي شايفين هم اللي يعني لا يا فندم، ده بيصب على طول في صالح الـ 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 الصناعه، واخد حضرتك ازاي؟ لا انا بقول القايمه اللي اتحطت، بس الوزير اللي حطها ولا بالتشاور مع الاطراف الثانيه؟ القايمه حضرتك ما ينفعش ان انت تطلعي بيها تناقشيها في العلن، لان ده لازم يعامل بقدر من السريه والحساسيه قبل ما تصدري مثل هذا القرار. لكن وزير التجاره والصناعه، وزير التجاره والصناعه بما له من معرفه عن طريق الوزاره بايه الحاجات اللي موجوده فيه، بنود الاستيراد اللي موجوده وايه البدائل اللي موجوده ليها، بيقدر هو يصل الى قائمه بيقول فيها انه ايوه انا ممكن ارفع الجمارك بنسب متفاوته من هنا لهنا، وده نمره واحد في حدود ما هو متاح لينا ضمن اتفاقيات التجاره الدوليه، في حدود اتفاقيات التجاره الدوليه. يعني انت حضرتك ما بتعمليش اي بريتشنج او اي كسر للاتفاقيه، ده في حدود التعريفه الجمركيه اللي مسموح بيها ان احنا نوصل لها، ده نمره واحد. الهدف الثاني ان انت حضرتك بتحاولي تقللي حجم الاستيراد، ماشي؟ خلي بال حضرتك ان الدولار عند 17 جنيه و18 جنيه، احنا النهارده بنستورد في السنه في حدود من 50 ل 60 مليار جنيه، يعني كل جنيه في سعر العمله بيكلفنا فاتوره استيراد ب 50 60 مليار جنيه زياده. فبالتالي احنا الافضل ان احنا نبتدي نرشد في الاستيراد، واحنا ما منعناش الاستيراد. نمره واحد ما منعناش الاستيراد، احنا رفعنا بعض البنود الجمركيه، يعني رفعنا البنود الجمركيه في المنتجات الغير اساسيه او البنود الغير اساسيه اللي كانت موجوده في القائمه. نمره اثنين احنا عندنا اتفاقيات تجاره حره مع مناطق مختلفة، يعني عندنا مع الاتحاد الأوروبي في 27 دولة، معنا مع الدول العربية برضو، معنا مع تركيا ودول أخرى، بالشكل اللي بيسمح أنه ممكن استيراد مثل هذه البنود من 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 جهات أخرى. فبالتالي احنا ما منعناش استيراد مثل هذه المواد، احنا رفعنا البنود الجمركية بالشكل اللي يسمح لنا ان احنا نقدر نحمي الصناعة المحلية من ناحية، ونقدر نرشد الاستيراد، لان احنا طبعا مشكلتنا الاساسية اللي احنا شفناها في الاشهر الماضية هي الميزان التجاري وحجم الاستيراد اللي وصلنا له في السنتين اللي فاتوا اللي وصل اكثر من 70 مليار دولار، وحجم عجز الميزان التجاري اللي بيصل الى حوالي قرب 50 مليار دولار. طيب وحضرتك بتتكلم وبنقول الدولار 17 ل 18، الدولار ما انخفضش ليه؟ يعني بعد تحرير سعر الصرف بقى لنا شهر تقريبا، تقول انه يعني المساله هتستقر خلال فتره بسيطه من شهر لثلاثه، الوضع ايه؟ بصي انا شخصيا شايف ان الوضع كويس، انا طبعا ما بفضلش اتكلم في موضوع الـ سعر الدولار لان ده من اختصاص البنك المركزي، ففضل البنك المركزي هو اللي يعلق عليه. تمام. لكن انا شايف انه ما تحقق في الشهر الاولاني بكل المعطيات اللي شفناها، انا بتصور انه اداء جيد جدا وتعدى توقعاتها. سياده الوزير انا فاهمه او متفهمه حضرتك وانت بتتكلم، بتقول في حاجات ما ينفعش ان احنا نفصح عنها، فسؤالي انا عارفه انه اكون لما حل من الاخر. انا مش نفصح عنها، انا لا مش لا نفصح لا. عنها، انا بقول لحضرتك ان ده اختصاص البنك المركزي. لا لا مش موضوع الدولار، لا لا لما كنت بتكلم عن القايمه اللي اتعملت في السلع وقلت في حاجات ما نقدرش نقولها للراي العام او يعني كده لازم تبقى في وقتها، فهل في قرارات اقتصاديه يعني حضراتكم هتفاجئونا بيها خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ لا بص حضرتك، القرارات بتتاخد في وقتها وبالشكل اللي هو مطلوب انها تتاخد فيها بشكل سليم، واخد حضرتك ازاي؟ يعني كل القرارات اللي بتتاخد بشكل مدروس وبتتاخد لمصلحه الاقتصاد وتحقيق الاهداف المطلوبه في الوقت الحالي وفي ضوء الصعوبات اللي احنا برضو بنقابلها يعني. تمام، شكرا جزيلا دكتور عمرو الجرحي وزير الماليه، شكرا على وجودك معانا ومداخلتك المهمه دي فيما يتعلق بهذا الملف، شكرا لحضرتك.